هقول لكم، حتى لو هيبقى في حد لسه في نفسه شك، او لو اعدائنا طلعوا لنا 3 4 مهدي، في علامه مش ممكن هيعرفوا يقلدوها، والرسول قال لنا عليها علشان نقطع الشك باليقين ونروح على طول نبايع المهدي اول ما نشوف العلامه الاخيره دي ونتاكد ان هو ده المهدي. لما المسلمين في مكه هيتجمعوا حوالين المهدي ويبايعوه وينتشر خبر ظهوره، اعداء المسلمين هيأمروا حاكم عربي هيكون تابع ليهم انه يجهز جيش ويبعته لمكه عشان يحارب بيه الشخص الارهابي المسلم اللي ظهر في مكه. طبعا احنا متعودين كل ما يظهر شخص مسلم ويدعو الى الله بحق وحقيقي يبقى ارهابي. الحاكم ده هيكون رئيس سوريا وهيكون لقبه السفياني، وده هيكون من سلاله هند زوجه ابو سفيان، واحنا وضحنا ده في الحلقه اللي فاتت. المهم السفياني هيجهز جيش كبير ويبعته للسعودية عشان يقضي على المهدي واللي معاه. كالمعتاد العرب أجدع ناس يقضوا على بعض، وهم مفكرين نفسهم بيعملوا أعمال بطولية. يا ترى الجيش ده هيعمل إيه مع المسلمين ومع المهدي؟ تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف لنا الجيش ده هيحصل معاه إيه. خدوا بالكم، هي دي العلامة الأخيرة واللي صعب جدا تتقلد. شوف الأحاديث بتقول إيه، الأرض هتتخسف بالجيش كله، هتخسف في البيداء بين مكة والمدينة، ومش هيفضل غير شخص واحد علشان يحكي اللي حصل. يعني الأرض هتتخسف بالجيش كله من أوله لآخره، الأرض هتبلع كل الجيش اللي سفيان هيبعته، هيتبقى شخص واحد بس ربنا هيسيبه علشان يحكي حصل كذا وكذا، عشان ما بقاش الموضوع فجاه تطلع الفضائيات تلف لنا حواديت وهميه، ربنا ساب لهم واحد عشان يقول اللي حصل. وبكده وبعد كل العلامات بقى اللي رسولنا قال لنا عليها وعلامه الخسف الاخيره دي، يبقى كل المسلمين هيتاكدوا بالرغم من التضليل الاعلامي اللي هيحصل في الوقت ده ان الشاب اللي اهل السعوديه المخلصين بايعوه بين الركن والمقام، واللي ما كانش مشهور ولا معروف والناس ما تعرفوش قبل كده، واللي خرج من المدينة هربان من الظلم لاجئ لبيت الله في الكعبة، هو ده المهدي. المهدي اللي كل المسلمين مستنيينه من غير حتى هو ما يعرف ان هو المهدي، بطل المرحلة اللي جاية وبطل المسلمين، لانه لغاية الوقت ده هو شخص عادي جدا، واعتقد انه هيكون له بعض الحاجات اللي مقصر فيها زي اي مسلم فينا، لكنه الفرق انه هيكون جواه اخلاص رهيب، إخلاص يكفيه ويكفي شعوب معاه. تعالوا نشوف حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إزاي ربنا هيجهزه ويتوب عليه ويتجاوز عن الحاجات الرفيعة اللي مأثر فيها طالما الإخلاص ده موجود. يصلحه الله في ليلة، أو في روايات أخرى يصلحه الله في ساعة، يعني ربنا هيتوب عليه ويوفقه ويلهمه الرشد ويعده للخلافة والقيادة في الأيام الصعبة جدا والمشاكل الرهيبة اللي بتمر بيها أمة الإسلام، واللي لازم لها شاب من نوع خاص جدا. والشاب ده هي مواصفات المهدي، شاب أسد بالنهار راهب بالليل، لو حارب الجبال لهدها، ولو فاض الإخلاص والحب الحقيقي لله منه كانت اتملت منه أنهار وبحور. بعد ما تظهر الكرامة اللي احنا قلنا عليها اللي هي خسف الأرض بجيش السفياني، هيتأكد الناس ان هو ده المهدي. خلي بالكم، يا ريت انتوا كمان تبقوا عارفين، احنا قلنا العلامات اللي في زمان كلها هتحصل اللي قبل ظهوره، والعلامات القريبة جدا في السعودية، وقلنا كمان جيش هيتخسف بيه الأرض. يعني مش ممكن لما يظهر المهدي ومعاه كل العلامات دي ان انتوا تشكوا مهما اتقال لكم. عموما تعالوا نكمل. بعد ما يظهر هيتسابق المسلمين من كل حته في الدنيا علشان يبايعوه، ولازم تعرفوا ان فرض على كل مسلم عاصر ظهور المهدي وتأكد من شخصيته انه يبايعه بنفسه، اذا عجز فبقلبه، بس طبعا بلاش دائما نختار اضعف الايمان زي ما احنا متعودين. خلينا من العصر ده الناس كلها هتبدا تتعود انها تغير بايديها مش باضعف الايمان. يعني ملخص الموضوع،
المهدي راجل من اهل البيت اسمه محمد ابن عبد الله او محمد عبد الله علوي فاطمي حسني، يصلحه الله في ليله ويديله العلم الكافي والقدره على قياده الامه، وهيبيعوا الناس ويرغموه على قبول البيعه فيقبلها وهو كاره لانه مش عاوز سلطه. هم ما يعرفوش انه المهدي المنتظر، وهو كمان ما يعرفش. ونخلي بالنا ان هو مش هيقول ولا حد هيقول ان هو ده المهدي قبل ما يتولى، انما الناس هم هيعرفوا ويبداوا يتعاملوا معاه على انه المهدي بعد خسف الارض بالجيش اللي جاي له من الشام من عند السفياني. تعالوا نشوف جه وصفه في الكتاب المقدس ازاي عشان يعني ثقوا في المعلومه. المهدي جه وصفه في الاحاديث النبويه وجه وصفه كمان في الكتاب المقدس. تعالوا طبعا يعني 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 خدوا بالكم ان لما المعلومه تتطابق من نفس من ديانتنا من الاسلام ومن الكتاب المقدس يبقى اكيد المعلومه صحيحه. تعالوا نشوف يوحنا اللاهوتي في الاصحاح 19 بيقول ايه. المعتقد المسيحي بيشرح الآيات دي من السفر على إنها بتتكلم عن عودة المسيح عليه السلام، وإن هو اللي هيحكم ويحارب أعدائه في معركة هرمجدون. أنا في رأيي الكلام ده مش صحيح، لأن المسيح ابن مريم عليه السلام عمره في حياته ما كان محارب، ومش هيكون محارب في عودته الأيام اللي جاية في أيامه اللي جاية. والآيات كمان بتقول إن اسم الشخص اللي بتتكلم عليه الآيات فيه اسم الله، والمسيح اسمه عيسى ابن مريم، وطبعا اسمه ما فيهوش اي اسم من اسماء الله، بالاضافه لان عمره ما كان حاكم في حياته الاولى. لكن احنا عندنا الاحاديث بتقول ان هو هيكون حكما في ايام عودته القادمه، يعني هيكون حكم مش حاكم. في فرق كبير بين حاكم وحكم. حكم يعني حاجه اعلى من حاكم، مستشار علوي يرجع له الحاكم، يعني هو اللي يحط الكلام النهائي. وكلنا عارفين ان المسيح عليه السلام مش هيقتل غير الدجال والخنزير، لكن هو مش هيكون محارب. يعني باختصار واضح ان الرجل اللي جه ذكره في الاصحاح مش هو المسيح عيسى ابن مريم، انما هو وصف دقيق جدا لمحمد ابن عبد الله المهدي اللي اسمه فيه اسم الله. زي الاصحاح ما بيقول متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. اسم الله مكتوب عليه، والمسيح عيسى ابن مريم عمره ما كان متسربل بثوب مغموس بدم. مغموس بدم يعني راجل بيحارب. احنا اتفقنا ان المسيح عيسى ابن مريم راجل ما كانش محارب ومش هيكون محارب. ووصف كمان انه هيكون حاكم. الوصف ده ينطبق على على المهدي لانه هيكون حاكم للمسلمين في الوقت ده. صحيح المسيح عيسى عليه السلام هينزل في زمن المهدي، وتحديدا بعد ما المهدي هيكون كون جيشه وحقق انتصارات كتير. وفي صلاه الفجر انا طبعا يعني هديكم لمحه صغيره عن الموضوع ده، لان ده مش موضوعنا، لان موضوع المسيح الدجال وعيسى عليه السلام ده موضوع هنسرد له بعد كده جزء لوحده ومجموعه حلقات لوحدها، لان ده موضوع كبير ولازم ندرسه بدقه كمسلمين مع بعض. الاحاديث بتقول ان في صلاه الفجر هينزل عيسى عليه السلام ساند على جناح بايده الاثنين على جناحين ملكين، وهيصلي خلف المهدي زي الحديث ده ما بيقول. تعالوا نسمع الحديث ورجعوا لي تاني. بعد كده هيتعاون المسيح عليه السلام والمهدي مع بعض. المسيح عليه السلام هيقتل المسيح الدجال زي ما قلنا، ويكسر الصليب ويذبح الخنزير، ومش هيقبل الجزيه من حد. يعني ايه مش هيقبل الجزيه من حد؟ يعني مش هيقبل ان يكون في دين في الارض غير دين الاسلام. الكلام ده في الكره الارضيه كلها. وطبعا عدد كبير من النصارى اللي كانوا ضالين وكانوا فاهمين ان هم صح لكن هم مخلصين من جواهم، وهيكون المسيح موجود بنفسه، هيعلنوا اسلامهم للمسيح عليه السلام زي بالظبط
ما طوائف المسلمين المختلفة اللي كانت مش فاهمة دينها كويس هتتبع الإسلام الصحيح ويطبقوا سنة الرسول الكريم بالظبط، ومش هيبقى فيه لا قوميات ولا قبليات ولا طوائف، إنما كله مسلم تحت قيادة المهدي. إيه رأيكم لو نتصور مع بعض مشهد مبايعة المسلمين لمحمد عبد الله؟ تعالوا نتخيل مع بعض المسجد الحرام في مكة في الشهر الحرام. شاب صالح جه هربان من المدينة بسبب اضطهاد المسلمين الصالحين في كل مكان. كل مكان في الوطن العربي بيضطهدوا فيه المسلمين عموما، وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص كل الأمراء بتضطهد المسلمين اللي مش معاهم، كل أمير معاه مجموعته والباقي بالنسبة له أعداء. الشاب ده اتعلق بستائر الكعبة وهو بيبكي، بيبكي بحرقة جديدة لأنه حزين على دم المسلمين اللي ملأ منها، وحزين على أمة الإسلام اللي بقت في أسوأ حال وسيطر عليها أعدائها والصهاينة بقى لهم علو كبير في الأرض. فضل الشاب ده يدعي ربنا بدموعه أنه يرفع غضبه عن الأمة وهو متعلق بستائر الكعبة، بيرجو الله أنه يخلي الأمة دي قائد يطلعها من اللي هي فيه وينصر دين الله في الأرض. وبدت الناس تتلم عليه من كل حتة داخل الحرم علشان يصلوا العشاء، والناس عمالة تتلم حواليه وهو مش حاسس لأن قلبه وعقله كانوا مع ربنا. الغريب أن الجمع اللي اتجمع حواليه فضلوا ساكتين بيراقبوه ومحدش عاوز يزعجه، وهم شايفينه بيبكي وبيدعي ربه بقلب خالص ونية صافية. ولما خلص الشاب دعائه فوجئ بالناس حواليه وسألوا الناس انت مين، ويجاوبهم بأن اسمه محمد عبد الله، ولأن الناس في الوقت ده نفسها تلاقي حد تثق فيه حتى لو يكون أحسن الوحشين، بعد ما فقدوا الثقة في كل القادة والأمراء اللي ما بقاش لهم غير السلطة والدنيا ومش في دماغهم لا مصلحة الدين ولا مصلحة الناس. ولما الناس لقت الشاب ده وسمعوا كلامه مع ربه وفهموا قد إيه عقله وقلبه مليانين بحب المسلمين وخايف عليهم، خدوا قرار غريب وقالوا له مد إيدك نبايعك على الخلافة، وذنبنا ودمنا في رقبتك لو أنت موافقتش. وطبعا الشاب يفاجأ الشاب بالطلب الغريب ده ويرفض ويقول لهم أنا مالي ومال الخلافة، أنا راجل ماليش لا أي مطامع في فلوس ولا في سلطة. كل الحوار ده شغال والناس عمالة تزيد حواليه في الحرم، كلهم المؤمنين الحقيقيين اللي قلوبهم مليانة بالخير، وبعض المؤمنين دول ربنا ألهمه البصيرة فتوقع ان هو ده محمد بن عبد الله المهدي، لكن مجرد توقع. وزاد إلحاح المؤمنين عليه فأصلحه الله في ساعة وألهمه الرضا فمد إيده، وبدأت كل الناس في الحرم تبايعه، وأذن المؤذن لصلاة العشاء قدموه يصلي بيهم إمام، وبعد الصلاة هيقوم ويخطب في الناس بعد ما يحمد الله ويثني عليه. تعالوا نشوف خطبته للناس اللي قال لنا عليها رسولنا الحبيب اللي ما سبناش أي حاجة صغيرة هتحصل، حتى الخطبة اللي هيخطبها المهدي قال لنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالوا نشوف المهدي لما يخطب في الناس ساعة ما يبايعوه هيقول لهم إيه. أذكركم أيها الناس ومقامكم بين يدي ربكم، فقد اتخذ الحج وبعث الأنبياء وأنزل الكتاب وأمرهم ألا تشركوا به شيئا وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحيوا ما أحيا القرآن وتميتوا ما أمات، وتكونوا أعوانا على الهدى ووزرا على التقوى، فإن الدنيا قدرنا فناؤها وزوالها وأذنت بالوداع، فإني أدعوكم إلى الله وإلى رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وأحياء السنن. وترج المكان المبارك بالتهليل والتكبير، وتترج مكة كلها، ويسمع البعيد والقريب بظهور المهدي اللي استنوه كتير. وقبل نهاية شهر المحرم يتجمع حوالي 15,000 مقاتل تحت أمر الشاب. لقى نفسه فجأة القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية ومسؤول عن تجديد الإسلام وإحياء سنة جده عليه الصلاة والسلام ونشر الدين في الأرض كلها، ومطلوب منه في أسوأ ظروف بتمر بها المسلمين إنه يقضي على أعداء الإسلام اللي مسيطرين على الأرض. وأول حاجة هيعملها
هياخد الجيش ده ويحارب الفتنة ويقضي على الأمراء اللي تتصارع على السلطة وينتصر وينتقل من نصر للي بعده ومن نصر للي بعده ويوحد شبه الجزيرة العربية زي ما عمل جده الرسول عليه الصلاة والسلام. أول حاجة عملها الرسول بعد فتح مكة إنه وحد شبه الجزيرة العربية كلها ويطرد المهدي كل عساكر الغرب منها ويقتل كل الخونة اللي دخلوهم البلاد وتعاونوا معاهم وينتشر الخبر في كل حتة في الدنيا ويفرح المسلمين في كل مكان ويظهر أصحاب رايات السود مرة تانية في أفغانستان طالبين الموت أو الشهادة ويبدأوا يطردوا الجنود اللي محتلة بلادهم ويتلم الشعب حواليهم ويبدأ جيش الاحتلال في الهروب وهم وراه لغاية ما يقابلوا زملائهم في إيران ويتجمع أصحاب رايات السود من الأفغان وإيرانيين ويبعثوا مقاتلين منهم لأرض الجزيرة العربية عشان يكونوا تحت أمر المهدي. هيبدأ المسلمين يتجمعوا من كل حتة ويبقوا تحت أمره. وعلى فكرة الأفغان كده كانوا بيردوا الجميل للشعب العربي اللي بعت لهم مقاتلين تحت قيادة أسامة بن لادن أيام الاحتلال الشيوعي لبلادهم. ويبدأ المسلمين من كل حتة في الدنيا يدوروا على أي طريقة عشان يروحوا يبيعوا المهدي ويحطوا نفسهم تحت أمره. كل الرجال والشباب كلهم سابوا فلوسهم وعيالهم ومصالحهم ومبقاش في أي حاجة شغلاهم عن الجهاد. شواطئ البحر الأحمر اتملت بالقوارب والمراكب اللي بتحمل أفواج ورا أفواج إلى شاطئ الجزيرة العربية عشان يروحوا يحطوا نفسهم تحت إذن محمد بن عبد الله المهدي. يا ترى المهدي هيعمل إيه؟ يا ترى هينظر نفسه إزاي؟ يا ترى هيعمل إيه مع أعدائه؟ هو ده موضوع الحلقة اللي جاية إن شاء الله. لكن قبل ما نختم الحلقة دي عاوز أقول لكم إن المهدي إن شاء الله هيستمر ما بين 7 و9 سنين زي ما الحديث اللي الرسول بيقول فيه. تعالوا نسمع الحديث. أعتقد إن المهدي هيستمر 9 سنين، إن فتوحاته وحروبه هتستمر 2 سنين وباقي 7 سنين هتكون الأرض في أفضل حالاتها والرخاء والعدل والفلوس هتملى الدنيا لدرجة إن اللي عاوز هياخد بالكوم وأساساً مش هيكون في حد عاوز حاجة أصلاً. تعالوا نجهز نفسنا من دلوقتي لأن زمن المهدي قرب، لازم كلنا نبيعه ونكون معاه وتحت أمره. أنا نفسي الأطفال اللي هم صغيرين دلوقتي، ما أقصدش الأطفال الرضع، أقصد الأطفال 10 12 15 سنة، سموهم شباب صغير أو أطفال، واللي هيبقوا من جيله يكونوا عارفين كل حاجة عنه ومستنينه وبيحبوه. وكل واحد منهم لما نسأله أنت نفسك تبقى زي مين يرد على طول قبل ما يفكر، ما يقولش انا عايز ابقى ظابط، ما يقولش انا عايز ابقى مهندس، ما يقولش انا عايز ابقى لعيب كوره، لكن يقول انا نفسي ابقى زي المهدي. وده دوركم، ربنا بعت لكم افضل قدوه لاولادكم، شاب صالح، قائد قوي، صارم وحاسم مع اعداء المسلمين وحنين جدا ورحيم على كل مسلم وشايل هم كل مسلم. ارجو ان انتوا تحطوا في دماغكم ان يبقى ده القدوه الحقيقيه لاولادكم. كل واحد عنده شاب صغير لازم يقول له مين هو المهدي ويخليه منتظره، لان ده هيبقى من سنه ومن جيله. واللي عنده بنت صغيرة يقول لها لما تيجي تتخطبي وتتجوزي ابقي خلي مقاييسك زي محمد بن عبد الله المهدي. اشوفكم الحلقة الجاية، السلام عليكم.